اسمع، السعادة مش في اللي معاك، السعادة في اللي جواك. عايز تعيش ما تعانيش وما تشكيش، اشتغل فيها بس اوعى تنشغل فيها، وخد من عندك ودي عنده، عشان كل اللي عندك ده مش من عندك، ده من عنده. ولما تروح عنده هتقول يا ريت وديت كل اللي عندي عنده. اسمع، الدنيا امتحان، فبص في ورقتك وما تنشغلش باللي حواليك، انشغل باللي عليك يكفيك شر اللي حواليك، وانشغل بالدين يكفيك شر الشياطين، وتفوز يوم الدين. وهتسأل يا عم عالدين، ما هو مالك يوم الدين؟ ازاي انشغل عنه وكل النعم منه والرزق للضم؟ ما من فاه الا الله كفاه، فرضيه انشغل فيه. ما هو خلقك ليه والكل عايزك ليه؟ اسمع، تعبت في كل حاجة ومش هتاخد معك حاجة، بس نسيت اهم حاجة، فاعمل لنفسك حاجة تنفعك يوم الحاجة. اسمع، العمر بجد قصير وفيه تحديد مصير، يا جنة يا نار، وده جد مش هزار. فالامر عجله واوعى تأجله، لانك في ثانية هتكون في حتة تانية، وساعتها هتقول يا ريت، وساعتها مش هتنفع يا ريت. اللي بينزل ما بيطلعش، واللي بيروح ما بيرجعش، واللي بينشغل باللي معاه عن مولاه هينزل تحت مش هياخد حاجة معاه، واللي هينشغل بمولاه عن اللي معاه يا فرحته يا هناه. عشان كده بحبكم في الله، متوحدوا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.